هنعمل بقى دلوقتي كفتة رز. كفتة رز بس مش بلحمة ولكن بفراخ. عندي صدور فراخ هعمل بيها كفتة رز تحفة جدا. نص الكيلو بتاع الفراخ بحط عليه كوباية دقيق رز، نص الكيلو بحط عليه كوباية من الدقيق الرز. أنا عندي هنا كيلو فقلت هستخدم الإيه؟ كوبايتين. ماشي؟ بس أنا يعني كده. عايز تستخدمي نص، عايز تستخدمي كوباية زي ما أنت عايزة، بس هو نص كيلو بياخد كوباية. كوباية إيه؟ دقيق رز. عايزه ما عندكيش دقيق رز وعايزه تعمليها ولا حاجه، بتجيبي الرز بتغسليه وتصفيه وتسيبيه ينشف خالص وبعد كده تطحنيه، هيتطحن معاكي بسهوله جدا. يبقى هنعمل ايه؟ بنغسل الرز ونصفيه ونسيبه نشره كده، نسيبه ينشف. بعد ما بيتغسل وبينشف بيكسر بمنتهى السهوله. خلاص كده؟ بس عندي بقى توم، عندي بصل، عندي خضرة، عندي شوية قرفة وجنزبيل بساط، عندي عصير طماطم للتسبيكة، عندي زيت للتحمير. باكل معاه ايه؟ باكل معاه رز بالشعرية. طبعا حبة عيش، حبة اي حاجة زي ما انت عايزة. تمام كده؟ طيب اصدقاء اللايف معايا، بسم الله بسم الله. اي حاجة انتوا عايزينها قولي لي عليها، ماشي؟ بصل طبعا ما اتعملتش، فاخد بصلاية اطحنها لوحدها الاول عشان دي اكتر حاجه جامده معايا هنا. بسم الله. شبت على النص كيلو، نص كوبايه نص كوبايه نص كوبايه. هاخد بقى توم، فص توم واحد كده، ده مفروم يعني فهو اقول حته صغننه، وهاخد شويه قرفه صغيرين وشويه ملح. ماشي؟ و اللحم الفراخ بتاعتي المفرومه. تمام؟ وكوبايه، انا خدت كده نص كيلو بس اهو، من دقيق الرز. او اطحنيه جدا جدا جدا، يعني لو انت كده زي ما قلت لك نغسل الرز ونصفيه ونسيبه ينشف وبعدين نفرمه. نطحنه كده اهو، خلاص كل الكميه اهي. وهنا بص الكفته اهي بتاخد وقتها تحمر قوي 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 قوي، وبعدين اطلعها. حمر التوميه بس كده، انا بحمرها واقول لكم. بص حمرت التومه واحط عصير الطماطم وعليها شويه الملح والفلفل واسيبها تتسبك. شويه ملح وفلفل. واسيبها تتسبك. ماشي؟ انا بقى ايه؟ اهو كده دي هتتحمر اهي. اطلع من هنا احط على هنا. اهو يلا، عشان لو حد طمع في حاجه ثانيه.